الشاهد الكريم أينما كنت نسوق اليك تحايا عطرات وأمان نضرات وأمالا غير عاطلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين. نسأل الله أن يعود السودان كما نحب ونشتهي وأن يرفع عنا البلاء والوباء الذي نحن فيه وصعوبة الحرب على الناس أجمعين. حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة نتحدث فيها اليوم عن علاقة الكيزان ب المؤسسة العسكرية والحقيقة خلينا نوسع الدائرة ونقول كل المؤسسات النظامية التي لها صفة العسكرية بما في ذلك الشرطة مثلا والقصة حقيقة طويلة جدا لأنه كان يعني نحن يعني جميعنا يدرك أن الكيزان استولوا على السلطة في 1989 يونيو 30 يونيو بواسطه انقلاب عسكري ضد الحكم المدني اللي كان موجود والكان على رئاسته كرئيس للوزراء السيء المغفور له باذن الله الصادق المهدي انقلبوا على هذا الامر نحن لا نريد ان نتحدث عن الانقلاب كانقلاب لكن نريد ان نتحدث في هذه السانحه على شيء محدد جدا وهو علاقه كيف استطاع الكيزان أو, او المؤتمر الوطني تحديدا ان يسيطر على الجيش، الجبهه الاسلاميه بشكل عام والمؤتمر الوطني تحديدا ان يسيطر على الجيش وان آه يعني آه آه ينفذ آه كل طلابه أو مجموعاته أو أولاده إلى داخل المؤسسة العسكرية لتصبح عنده عدة خلايا موجودة ويستطيع أن يسيطر على هذه المؤسسة الوطنية لمدة 30 سنة القصة دي تمت كيف هنتكلم في هذا الموضوع بإسهاب شديد جدا وسندلله من حيث المقولة السودانية سمح الجول في خشم سيدو آه طيب عشان نمشي خطوه لقدام نقول المسألة دي بدت من بدري جدا سنة طبعا أول انقلاب نجح بمعنى نجح لأنه كان في انقلاب قبله لم ينجح لكن أول انقلاب نجح كان هو حينما سلم مغفور له باذن الله عبد الله بك خليل الحكومه او القياده الى الجنرال عبود واللي قام على اثرها بتسلم السلطه انقلاب عسكري استمر من 58 حتى 64، في 64 وبثوره شعبيه استطاع الناس ان يزيحوا او الشعب السوداني ساعة ذاك ان يزيح غمه العسكر وان يحاول ان يعيد الديمقراطيه مره اخرى عبر ثوره شعبيه اللي هي 21 اكتوبر 64 ايضا ما حنخش في تفاصيل هنا ولكن في واحده من مناقشات الجبهه الاسلاميه في الوقت ذاك والاخوان المسلمين كان هنالك حديث لشخص مهم جدا داخل تنظيم الأخوان المسلمين تحديدا هو المرحوم ياسين عمر الإمام نصح القيادة بأنه لا بد لهم من أن يكون لهم خلية أو مجموعة خلايا داخل الجيش الكلام ده سنة 64 عقب ثورة أكتوبر وكان في صراع عظيم جدا جدا بين الجانب المدني وعمر الإمام، عمر الإمام رجل ياسين عمر الإمام رجل ذو خلفية عسكرية نمرة واحد نمرة اثنين أتاهم يعني أتى إلى الإخوان المسلمين من كان شيوعياً ثم تحول فأصبح إخوانا مسلمين أو أخو مسلم يعني فنصح القيادة بأنه لابد من أن يكون لدينا موضع قدم في الجيش ولابد أن نكون خلايا داخل الجيش لكي يعني تكون لدينا قوة نستطيع بواسطه ان نحمي انفسنا ونحمي البلاد. النصح ده لقى كم هائل جدا من النقد والتقريع وحتى يعني السخريه من الملكيين خليني اقول اللي هم مجموعه من الاكاديميين كلهم اساتذه في الجامعات وسخروا من هذه من هذا النصح سخريه شديده جدا وكانوا يعتقدوا بان مجرد يعني آه انه الناس رمت خلف ظهرها الجيش عبر ثورة شعبية لن يستطيع الجيش مرة أخرى أن يدخل في هذه المعمة ياسين عمر الإمام يدرك تماما أن هنالك تنظيمات يسارية من بين الشيوعيين لديهم خلايا داخل الجيش سواء القصة دي حصلت بالصدفة أو بقصد تنظيم يعني يعني بعيدا عن انه أه هل هي صدفة أنا سوداني شيوعي أو ما شيوعي مشيت داير مش الجيش عشان أتعامل كضابط فهل هم دخلوا بهذا المنحة ولأنهم كثر أصبحوا خلية ولا أصلا التنظيم هو الذي فعل ذلك ده موضوع ما موضوعنا الآن لكن هو بحكم يعني خلفيته العسكرية وخلفيته الشيوعية كان يدرك هذا الأمر لكن وجه بمقاومة وسخرية من الأكاديميين وحتى هو لفظ إنه دل أكاديميين ومثقفاتية هذا المصطلح الذي صار موضعا للتهكم لدى كل إسلامي يحاول أن يتعامل مع الكتب والنظريات العلمية يسمونه مثقفاتي ويقول لك يا اخي يعني لما لما يكونوا دايرين ناس يناقشوا بيقوموا يقولوا جيبوا لنا اولادنا المثقفات دي خلوهم يناقشوا ناس فلان ديل يعني لكن الناس الكبار ما بخشوا في المساله زي دي يعني ناس سياسيين عمر الايمان ما الناس ناس كانوا براغماتيين عمليين جدا وبيعرفوا السياسه دي بمفهوم السطحي جدا يعني لا بيعرفوا نظرية معرفة ولا ولا دايرين يعرفوا لأنهم هم ما مفكرين أصلا هم يعني دخلوا هذا التنظيم آه خلينا نتكلم بحسن نوايا بالاعتبار أنه يحقق لهم ما يريدون سياسيا لذلك أول شيء حدث أنه تم إنكار هذا, الـ 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 هذا النصح وتم تسفيه والسخرية منه وضرب عرض الحائط ضرب بهذا النصح عرض الحائط وهو الرجل سماهم دي الناس أكاديميين ومثقفاتية لكنهم سيستبينوا النصح بعد ضحى القدي ما مرت خمس سنوات حتى قام الانقلاب بتاع نميري واللي سمي بثورة مايو واللي كان فيه مجموعة من اليساريين في الأول بدأ يعني على رأس الشيوعيين لكن كان هنالك بعثيين وكان قوميين عرب وناصريون وهكذا فلذلك كان كوكتيل يعني لكن يعني هو اليساري بي 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 بكامل المعنى يعني القصة دي خلت مباشرة قرنا الاستشعار تعمل بطريقه مختلفه، الـ A بتاعت الـ بتاعت الـ التنظيم بدات تختلف، وبدوا ينظروا للامر بشكل مختلف، خاصه انه اول من تم اعتقاله حتى قبل رئيس الوزراء وقبل الاخرين هو حسن الترابي. في الوقت ده حسن الترابي ما كان عنده المرحوم حسن الترابي لم يكن لديه إلا هو ومعه نائبان معه نائبين يعني لكن كانت المشكلة أنه هذا الانقلاب الذي قام قام على إثر مشكلة حصلت في البرلمان بطرد الحزب نواب الحزب الشيوعي من البرلمان وبرضه ما داريين نخش في القصه دي لكن المهم في هذه يعني هذا الانقلاب كان عباره عن الايواكس او الـ يعني, آه يعني نذير الشؤم زي ما بقولوا لهذه المجموعه وانه لابد لهم الان من ان يتحدثوا عن ذلك طيب احنا من وين جبنا الكلام ده؟ ها اقدم لكم في المشهد الثاني الاثبات ثم نستمر ونشوف ان احنا اللي حيحصل شنو. الحقيقه المستند اللي احنا جبنا به هذا الامر هو كتاب الحركة السودانية عفوا الحركة الإسلامية السودانية دائرة الضوء وخيوط الظلام تأملات في العشرية الأولى لعهد الإنقاذ وكاتبه هو عبد المحبوب عبد السلام والمحبوب عبد السلام أحد الأكاديميين والمثقفاتية والمفكرين بتاعين الجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية بشكل عام وأيضا هو من الذين يعني كانوا من تلاميذ الترابي شخصيا وكان مدير مكتبه ورجعوه من باريس وهو يحضر للدكتوراه لكي يعني يعني يقدم المساعدة اللازمة للنظام الجديد يقول في كتابه هذا بعد ثورة اكتوبر 64 استقر رأي الحركة الإسلامية على العمل وفق أصول الديمقراطية التعددية التي تمنع كل تدخل للجيش في السياسة إذ قرر إذ قرر رأيها أن الجيش لن يعود إلى تسلم الحكم بعد الإجماع الشعبي الذي تجلى في الثورة لإخراجه وثار جدل مستفيض بين قيادي بين قياديين في الحركة الحركة بين قيادي في الحركة له سابقة انتماء للحركة الشيوعية وبين عدد من القيادات التي شاركت في ثوره اكتوبر 1964 وجلهم من اساتذه الجامعه وقامت حجه القيادي وهو يقصص هنا ياسين عمر الامام وقد اتى ذلك في الحاشيه يعني ذكر اسمه في الحاشيه وجلهم من وقامت حجة القيادي ويقصد ياسين عمر الإمام أن القوة متى وجدت وجدت فراغا نفذت وأن الجيش في العالم الثالث لا يعرف توبة عن السياسة أو فطاما عن الحكم ولان وان التنظيم الذي لا يؤسس لا يؤسس له ذراعا عسكريا امنيا يفتقر الى الجديه اللازمه لحمايه نفسه وطرحه وبالمقابل استمسك الاكاديميون وفقا للوصف الذي اطلقه عليه ذلك القيادي بمواقفهم ولم تفلح حججه في دفع القياده لتأسيس خلايا للحركة في الجيش ولا ريب أن أمين عام الحركة الإسلامية وأمين جبهة الميثاق الإسلامي عندما وجد نفسه أول معتقل سياسي وبيقصد الترابي هنا في صباح اليوم التالي لانقلاب الخامس والعشرين من مايو تسعة وستين قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع رغم انه امين عام لحزب معارض لا يملك اكثر من نائبين في الجمعيه التاسيسيه تاكدت صحه منطق القيادي ذو الخلفيه الماركسيه وخطل منطق الاكاديميين. تاسست بعدها خلايا التنظيم الإسلامي في الجيش بحذر شديد على خوف من عنف مايو الماركسية الأولى بعد الخصام والفصام بين مايو وحركة اليسار ثم إعدام قادة الحزب الشيوعي ومع بداية الخطوات الأولى نحو تبديل سياسة البلاد من الشرق إلى الغرب وظهور ملامح التدين على رئيس الثورة نفسه بدأت التحولات تسري في طبقة الضباط التي تنتمي بحكم موقعها إلى النخبة المتعلمة الأبية الآيبة إلى الإسلام خاصة وقد بدأت موضة الأيديولوجيا اليسارية والاشتراكية في الانحصار بعد سيادة مطلقة على ذات النخبة. طيب هذا الجزء جاء في الكتاب هنا في صفحة آه صفحة 26 وبداية صفحة 27 موجود في هذا الكتاب والكتاب ده مهم جدا يعني نحن ننصح أي شخص يقع في يدي هذا الكتاب أن يطلع عليه مثلا وثلاثا ورباع لانه مهم جدا ويؤسس الى او يؤرخ لفكره مهمه جدا هي العشر سنوات الاولى من الانقاذ، والخلافات التي كانت بين اهل الحركه الاسلاميه يوم ذاك. طيب دي البدايه كانت، لكن ما في حركه يعني حدثت الا مرة يعني داخل من داخل الحركة ال من داخل الجيش الا مرة واحدة اللي هي حركة حسن حسين سنة 75 يعني حصلت هذه هذا الانقلاب ولم يدم سوى ساعات وانتهت. طيب بعد ذلك جاءت المصالحة الوطنية اللي هي عاد طبعا في الاول جمع يعرف بالغزو الليبي اللي هو محمد نور سعد آآ جاء ب يعني مجموعة من الضباط والعسكر من باتجاه ليبيا من اتجاه الغرب واستطاع أن يسيطر على البلاد ليومين أو ثلاثة ثم بعد ذلك آآ يعني تم إبادته تماما هو ومجموعته لأسباب فنية لا نريد أن نتحدث عنها ده محمد نور سعد لا نستطيع ان يعني نعلق يعني اسبابه على عنق الجبهه الاسلاميه، وان كانت الجبهه الاسلاميه كانت جزء من او الاخوان المسلمين في ذلك الوقت كانوا جزء من مجموعه كبيره جدا اسمها الحركه الوطنيه او ذلك يعني. ف بعد كده المصالحه ودخل الاخوان المسلمين تحت مسمى الجبهه الاسلاميه الى مع نمير وأرادوا أن يزيدوا من عدد الناس الموجودين داخل أو الضباط بتاع النوم خلاص هم عرفوا اللعبة وإن هم محتاجين إلى خلايا داخل المسألة دي وكانت في مشكلتين أساسيات إن الجيش يعني ليس سهلاً التعامل مع الجيش عموماً وأن تفرض عليه شيئاً مدنياً مسألة فيها صعوبة شديدة جداً والإسلاميين أصله برغم إنهم كانوا جزء من الحكم إلا إنهم كانوا يعني آه يعني كانت هنالك ريبة أو شكك في طبيعة تواجدهم و. حتى المايويين العتاة بيقسموا مايو الى الى مرحلتين مرحله ما قبل المصالحه ومرحله ما بعد المصالحه لذلك بداوا في محاوله تغذيه الجيش بطلاب اتجاه اسلامي ولكن بخطه يعني فيها كثير جدا من الخبث وطيلة البال وهي بالضبط كما يقول البرهان الآن حفر بالإبرة بدأت المسألة بقراءة للمجتمع السوداني المجتمع السوداني عادة عادة يعني خلينا نتكلم على الوقت ذاك مش الان. احنا طلعنا من الاستغلال معظم الناس متفرجنين يعني بمعنى انهم خواجات اكثر من انه سودانيين انا بتكلم على الطبقه المثقفه او ما يعرف بطبقه الافنديه. هذه المجموعه كان عندها شكل عام تتحدث الانجليزيه بطلاقه تسمع لندن، تناقش بخليط من الانجليزيه والعربيه، تدخن السجاير، تسكر، ويعني كل ما علا نوع الشراب اللي انت بتشربه، كل ما اصبحت اكثر ثقافه، ثم بعد ذلك إذا كنت خريجا جامعيا خاصة لو أنت خريج من جامعة الخرطوم. المجموعة دي كل ما تلقى فيها أكبر عدد مما ذكرناه فأنت أكثر ثقافة من الآخرين. بعيدا عن أنت بتقول في يعني أنت كلامك اللي أنت بتقوله ده في لكن بعيدا عن كل ذلك كان كان في حاجة يعني ملحوظة جدا في الشعب السوداني عموما. إنه بمجرد أن تطرق باب الأربعين فأنت بتبتدي كل هذه الأمور تنحسر وتبتدي تتجه إلى الله إلى التدين، بتظهر فيك بعض مظاهر التدين، ليس بالضرورة يعني أن تمسك سبحتك وتمشي الجامع كل يوم وتحفظ القرآن، لا ليس بالضرورة هذا، لكن يعني مثلا تنحسر آه يعني فجورك بشكل او باخر مظاهر الفجور دي كلها بتنحسر آه بتن... بتبتدي تكون بيتوي اكثر بتحتوي اسرتك بشكل اكثر ب... اذا كنت عنيف ب... 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 يعني بيخف هذا العنف كان في احساس بانه ال الأس... دي بوابه النبوه فانت بمجرد ما ان تدخل ال آه يجب ان تكون من آه يعني تظهر فيك مظاهر من مظاهر النبوة الخلق القويم التعامل ب آه نا... وجود الشخصية القوية ما تشرب او تسكر قدام الناس يعني زمان الناس بتسكر وتجي الحفلات بعد الأربعين القصة بتخف شوية لو كنت بتسكر يعني كل مظاهر ال يعني الـ الـ محاولة الإجهار بالمعصية بتخف طيب الف الـ 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 العمر ده لما تيجي تخطه في الجيش بيبقى هو العمر بتاع القيادات الوسيطه يعني من مقدم لغاية ما تصل عميد بيكونوا في الحتة دي بتاعت الاربعين سنة وده اللي كان عايزينه الاخوان المسلمين فبدأوا في خطة جهنمية جدا انه بمجرد ما انت تصل هذه الـ الـ او تصل للعمر ده يبدأ بدعوتك ل آه المحاضرات بتاعتهم والمحاضره ما بالضروره تكون عن السياسه واصلا ما دايرين انها تكون عن السياسه هم في الاساس يعني يعني ممكن تكون محاضره دعويه مثلا يعني الطلاق اداب الطلاق مثلا محاضره بهذا المعنى يعني ممكن تكون المحاضره عن آه، الغسل، المحاضرة عن آه، الفرق بين آه، فرائض الوضوء ويعني آه، الفرائض والمستحبات في الوضوء يعني أو السنن بتاعة الوضوء يعني كل هذه الأمور تدخل معك واحدة واحدة. ويبتدي يسوقوك واحده واحده ويتابعوك وترسل كثير من الرسائل مثل الصلاه في جماعه، كل المسائل دي بترسل الى الداخل خلال هذه المحاضرات بدون ان يحس هذا الضابط باي شيء غريب وبعدين تعاد هذه المسألة يرسل لك مرة واثنين دعوة يعني مرة واثنين وثلاثة واربعة إلى أن يرق قلبك فلما يجيك واحد لما تكون في لجنة من لجان القبول ويجيك واحد أصلا حتى لو عرفت أنه إسلامي لا تستطيع أن تفعل شيء يكون يعني يعني ما ما بيكون ده سبب يعني لعدم دخول هذا الشخص إلى لانه ما كان عندهم عدد كبير من الناس. فبدات بهذه الطريقه دفع كثيره جدا تدخل، وبدت لتكون لديهم علاقات مع ناس سابقين، والناس زمان او في 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 في, في السبعينات وفي الثمانينات ما كان في بينهم ذلك الوجد او الـ الـ يعني الخصام السياسي الحاد اللي بيصل الى المق... القطيعه يعني. يعني زي ما بيحصل الآن وبالتالي من خلال هذه الطريقة ومن خلال هذه الخطة وإن دعوة ثم محاولة يعني طبعا في أشياء أخرى لا أود الحديث عنها بأنه بيساهم بشكل أو بآخر في أنك تمشي يعني لكورس لغيره لمسائل زي دي إلى أن كونوا الخلايا بتاعتهم ونحن أسف نتكلم بنتكلم على دفع كامله من الدفعه 40 وانت طالع هي دفع اسلاميه بالكامل بغض النظر عن صحه هذه المعلومات او لا وذلك لما لما جو عشان كده هم لما تسعة 89 كانوا جاهزين يعني تسعة 89 جاهزين وجاءت لما تسعة 89 طوالي هم كانوا جاهزين بيناسهم والسبب انه قباله في فبراير في نفس العام 89 فبراير 89 جاءت مذكرة الجيش اللي هي كانت واضحة جدا انه كانت سبب اساسي في اخراج الجبهة الاسلامية من الحكومة بتاعت الصادق والصادق شاله برا الله يرحمه ويحسن اليه و يعني بعد ما عمل العملية دي جاء الاتحادين خش في ائتلاف مع الاتحادين وبعد ستة بعد أربعة شهور قامت الانقاص لكن أنا دايما أوريك هذه المسألة طيب حنمشي لقدام ونشوف حاجة ثانية بدأت في المجتمع وصفها حركة كانت تفكر بالمجتمع وتدرجت في مراحل متعدده الى ان بلغت مرحله هي تسميها في تاريخها بمرحله التخطيط الاستراتيجي، وكان هذا المشروع ينتهي بحيازه السلطه السياسيه، وكان نظريا ان يتم ذلك عن طريق الانتخابات، ولكن المساقات التاريخ انتهت انه تأخذ السلطة عن طريق انقلاب عسكري فطبيعة استلام السلطة حددت إلى حد كبير طبيعة ممارستها فهذا أدى إلى انحصار مشروع الحركة الرئيسي في التغيير الاجتماعي في النهضة والتنمية في الحرية في الوحدة في اللامركزية في في خلق دولة وطنية سودانية حقيقية هذا كله كان موجود في بيئة الحركة ولكن عندما انتهت إلى السلطة بتلك الطريقة هذا أدى إلى إشكال داخل الحركة نفسها يعني بينها كوصفها جسم مجتمعي وبين الحكومة كممثل للسلطة ومعبر عن الدولة حدث هذا الاختلاف وأدى إلى انشقاق الحركة أولا ثم أدى إلى تقسيم السودان إلى دولتين وبين هذه المنعطفات الخطيرة والكبيرة تطورت طبيعة السلطة بما يشبه المحيط من حولها إلى سلطة استبدادية وأصبح الدور الاجتماعي الذي كانت حركة إسلامية تعول عليه أصبح منحسرا لصالح تضخم الدولة واستيعابة لأبناء الحركة والأجيالها المختلفة الأمر إذا كان أخف في كلية الشرطة لأن الشرطة يعني أصلا هي جهاز مدني له بعض الصفات العسكرية لذلك كان من السهل جدا يعني انفاز مجموعه من الاسلاميين الطلاب الاسلاميين الى جهاز الشرطه بسهوله اكثر من الجيش طيب الخطوه الاولى كانت ايجاد مجموعه كبيره جدا من هؤلاء داخل القوات النظاميه بشكل عام بما في يعني اهمها الجيش طبعا كان عندهم مشكله الأخوان المسلمين عموما أو الإسلامية أو المؤتمر الوطني بعد دبيقة لما حصل الإنقلاب إنه لابد من تغيير عقيدة الجيش هسه الآن نحن بنسمع لما نجي نتكلم عن الإصلاح في الجيش بنحس بحساسية شديدة جدا جدا من الضباط بتاعنا الجيش خاصة بأنه ده بيعتبروه تدخل للملكيين القصة دي كانت موجودة حتى أيام حكم الإنقاذ لأنه ناس الجبهة حاولوا أن يغيروا من عقائد الجيش أو المؤتمر الوطني خلينا نسميه كما كما يجب في في هذه الحالة يعني طبعا يعني الترابي كان عنده نظرة في أنه تغيير الأسماء هو نوع من أنواع التطوير وليس يعني حربائية كما يدعي بعض السياسيين يعني وإنما كان يرى أنه يعني ما في حاجة اسمها تابوه واحد الأخوان المسلمين الجبهة الإسلامية ونستمر بهذا الأمر إلى ما لا نهاية وإنما ربما نكون في حاجة إلى تغيير المسمى أو الشعار العام للمجموعة بحسب التطوير اللي بيحصل المهم إنه دي حاجة عارضة كده نحن نقولها حاولوا ان يعني حاولوا نجحوا في تغيير بعض الاشياء الاساسيه الموجوده في عقيده الجيش ومش في عقيده الجيش بس ديل غيروها حتى في المدارس يعني زمان مثلا الناس اللي في سننا وبتاع ما كان في حاجه اسمها العسكريه بتدرسها يعني وانما بدوا يدرسوها وبدوا يربطوها بالنظام الاسلامي ككل والقصه داخل الكليه الحربيه عملوها يعني ناس الجيش ما يغشون إنها ما عملت هي الاصلاح اذا صح التعبير ايا كان هذا الاصلاح لو احنا شايفينه اصلاح ولا ما شايفينه اصلاح، لكن ناس المؤتمر الوطني كان يرونه اصلاحا وعمله استطاعوا في 30 سنه ان يغيروا صحيح ما كان سهل يعني لانه في ناس في الجيش ما بترضط في حساسيه مطلقه للجيش من الملكيين وده السبب اللي خلى عمر البشير ما يسلم يعني ما يسلم او المكون العسكري يعني ما سلم المساله دي للمدنيين يعني ما سلمها للترابي ولا حتى لعلي عثمان ما سلموها وما هم بس حتى نميري لم يسلمها للشيوعيين ولا القوميين العرب ولا غيرهم ما بيسلموها اصلا يعني ودي دي صعبة يعني التسليم للمدنيين دي مسألة صعبة جدا ولذلك اللي بيحصل الآن في محاولة التحول المدني وكذا واللي بيعملوا البرهان ده ما ليس غريبا على الأجسام العسكرية لأن الأجسام العسكرية لديها هذه الحساسية الجيش كمان لديه حتى حساسية من القوات النظامية وأظنكم كثيرا ما سمعتم بان هنالك قوه من الجيش اقتحمت المركز الفلاني وقامت بضرب كل الشرطه الموجوده فيه نتيجه لانه فقط لانه الشرطه قامت بالقبض على جندي من سلاح المدرعات لقيته سكران في الشارع. ممكن يحركوا كتيبه كامله تجي تفرم الـ 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 المركز ده تماما ويمسكوا كل الضابط الموجود العساكر الموجودين آه يعني يدقون دق العيش ويكسروا عظامهم ويحطوهم جنازه بحر قاعده وياخذوا زول ويمشوا حصلت مليون مره ما في زول يقول ما حصلت حصلت مليون مره لان انه دي حساسيه هم هم كده يعني طيب عشان نجيب لكم هل القصه دي ما موجوده في مجموعات ثانيه لا في الان من يقول لك دخل خريج جامعه الخرطوم وده خريج جامعه الجزيره انت بتجر كرسي جنب خريج جامعه الخرطوم ما خلاص دي كده يعني ده لان كده بشر كده يعني عندهم حاجه الاولى ما بغيروها ديل الاوائل يعني ما بغيروها خلاص يعني ممكن يكون كطبيب من جامعه الخرطوم وطبيب من جامعه الجزيره والطبيب من جامعه الجزيره افضل كطبيب يعني لكن ده خريج الخرطوم باي ديفولت هو الافضل ده ليس تغريض يعني ليس محاوله للسخريه من الخريجين لكن انا بقصد ان الحاجه دي موجوده عندنا يعني زي ما هي موجوده في الجيش لكن الحساسية أصعب مما يجب عليه يعني إنه تكون يعني يعني أصعب مما يجب عليه إنها تكون وغير محتملة لكن لأنه الإنقاذ قعدت فترة طويلة استطاعوا أن ينجحوا بدءا من المدارس تم تغيير المناهج وكل عسكرت هذه المراهج بشكل أو بآخر إلى أن وصلنا إلى المرحلة بتاعة الكلية الحربية أو الكليات بتاعة القوات النظامية وبدأ التغيير رويدا رويدا بواسطة إسلاميين وما كانوا بيشوفوا في حاجة يعني لو ضفنا مثلاً إنه والله الضابط يجي يعمل له لحية ما هي غير العقيدة دي كيف ما ممكن مصهرياً تغيرها اللحى ما كانت موجودة كان ممنوعة أصلاً إنه يكون عندك لحية يعني وكذا يعني أنا ما بتكلم عن إنه اللحية صح ولا ما صح أنا بتكلم على إنه التغيير حدث التغيير في المنهج نفسه حدث فنيا ما في ما ما في زي بيتدخل يعني انا ما بس الليله كان قالوا لي غير الكليه الحربيه دي يعني الا بس انه يعني هنا ما بقدر بغير العقيده بتاعتها فنيا ما بقدر اقول لهم والله انتم ما تجروا حول الكبار مثلا ما ما في سبب ذاته يقول لهم كلام زي ده يعني. لكن بتحرك من القيمه الاخلاقيه اللي موجوده فيها من قيمة ال ال المو... كذا وهكذا يعني من دي الحاجات اللي انا بقدر اتدخل فيها اضيف بعض المسائل الثانية مثلا شوية اقتصاد شوية مش عارف ايه أ يعني احاول اعظم الحاجة العامة اشوف لي طريقة لمعالجة مشاكل الانقلابات لكن ما بجي بقول له والله لا لو جاني مثلا القائد العام لل... لل يعني افترض السودان ده بلد عنده امكانات ضخمة والناس عايشين كويس وكده وبتاعه فعلاً الجيش اصبح يعني تحت سلطه المدنيين فجاء القائد العام لي انا او ليك انت كرئيس للوزراء او رئيس الدوله وجا قال لك يا انا والله محتاج فنيا ل 15 طائره اف 16 و20 طائره اف 35 وداير لي مش عارف الدبابه مش عارف ام اي مش عارف كده عايز لي 1000 دبابه وانا اعرف تماما انه عندي امكانيات ماليه بقدر اشتري الحاجات دي يعني دخلنا في انه ليه انتوا عايزين كده وبتاع والله إن احنا عايزين تدريب الجيوش حوالينا كده احنا عايزين ننتقل من المركز العاشر كافضل جيش كافضل عاشر جيش في افريقيا الى المركز السابع مثلا او الثامن لو حصلنا على الحاجات دي عايزين نزيد عدد الجنود عندنا كده عايزين التدريب بتاعنا يكون كذا 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 دي مسائل فنية أنا ما بقدر أغيرها وما في سبب يخليني أغيرها أصلا إلا إذا ما في بروش نقول له والله نعملها واحدة واحدة كده شوف لين الحاجة دي إحنا ناس نقدر نعمل كده بكرة بنعمل لكن ما بقول له والله لا والله F16 دي ما في داعي لها نجيب الميراج القديمة دي وخلاص كفاية يعني ما بتبقى القصة ما يعني ما بالفهم ده يعني فالحديث عن عن تغيير الـ 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 الاصلاح وكده او التغيير الناتج لاصلاح العقيده او لاصلاح كده ده مقصود منه التغيير الاداري، التغيير الفني، مش الفني، التغيير في القيمه الاخلاقيه، تطويرها كده، ده المسميات لكن ما في ولا واحد فنيا بيجي يقول لي احنا دايرين ندخل المعركه دي يعني هندخلها كيف؟ فنيا ما بقدر اقول له حاجه زي ما انا مثلا ممكن اجيب يعني وزير الثروه الحيوانيه او وزير الزراعه واقول له يا اخي انت تعال وريني مشروع الجزيره ده فنيا بيعملوه كيف؟ يعني دايرين نعيد سيرته الاولى ففنيا بيعملوه كيف؟ بيقوم يجيب ناس فنيين يعملوا كده. دي ما فيها سياسه دي. السياسه انا اللي اقول والله هو اولويه انه يعني نصلحه الان ولا ما ده, ده دي سياسه لكن فنيا هو محتاج لشنو يقول لي والله نحن دايرين نفتح الترع اقول له لا ما تفتحوا الترع ما تنظفوها ما بتبقى المساله فيبقى احنا الحساسيه دي ما عندها لازمه في وزاره الصحه واحد جاء قال لي والله يا اخي من الاطباء ده جاء قال لي والله نحن عدد الاطباء الموجودين عندنا والبيمشوا السعوديه وبيمشوا كده وبتاع عشان ما يمشوا مفروض نعمل كده 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 لانه مفروض كل ألف, ألف من السكان يكون قصادهم خمسة أطباء ده فنيا وستاتيستيكلي معمولة كده عالميا ما حاجة أقول له والله كلامك ده غلط لكن بقول له أنا بقدر أحقق لك الكلام ده في عشر سنوات دي مسألة سياسية دي كده مسألة سياسية وبالتالي الحديث الموجود ده هو حديث حساسية بس انتو المكليكيين ديل عليكم الله احنا الناس اللي بنلبس ما تشتغلوا بين وما هم مفتكرين يعني عندهم ايمان شديد جدا انهم احسن السودانيين ودي مسألة صعبة تطلع منهم يعني ما, ما مسألة صعبة جدا شنو يحكمنا مدني ويحكمنا بتاع يجي صلاح ولا يجي بتاع يقول يقل ادبوا علينا وكذا وإحنا بنموت عشان البلد دي كانه ما في زول اخر بيموت يعني هي دي الفكره يعني لكن نجحت يعني لا يكذبن احد بطول المده نجحت الانقاذ والمؤتمر الوطني في تغيير القيم الاخلاقيه للجيش ومش نجحت كده وبس نجحت وده واحد من الاسباب اللي مخلي اس الان الضباط الاسلاميين يمتنعوا او من الحديث في اي حاجه خاصه بالجيش وما دايرين اي مدني يشوفوه في الشارع قصادهم كده كلها ممنوع الشارع العسكري طبعا نتكلم يعني فده السبب وعشان كده الكيزان صعب التعامل معهم يعني الكوزنه فكره اصلا يعني فكره هم صعبين ما سهلين وفيهم ناس بيفكروا كويس يعني ناس بيفكروا كويس جدا قد لا يعجبنا طريقة تفكيرهم لكن هم كده هم بفكروا كويس طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله